سنة 2008 تم عرض المسلسل الهندي العهد الثامن، وبعدها عرض على قناة زي ألوان بالعربية. يتحدث المسلسل عن بانا وأختها الصغيرة المريضة نفسيا واسمها ميرا. لن تصدق كيف أصبح أبطال هذا المسلسل اليوم. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. موري جانجولي في دور بانا. مثلت دور فتاة من عائلة من الطبقة المتوسطة ومتزوجة من رجل الأعمال شريف. عمرها اليوم 39 سنة. إيشال سينغ في دور شريف زوج بانا. مثل دور رجل أعمال ثري يبلغ من العمر 30 عاما. ولد في عائلة من الطبقة العليا، متزوج من بانا، عمره اليوم 48 سنة. فيني أرورا في دور ميرا. البالغة من العمر 18 عاما، مريضة نفسيا وعقلها صغير، عمرها اليوم 31 سنة. سولابها آريا. قامت بدور والدة بانا، عمرها اليوم 76 سنة. بالا في سوبها الشيرك، عمرها اليوم 38 سنة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.